Hello everyone. Part 4. هيا بنا نتعلم اللغة الإنجليزية ونكمل الحديث عن pronouns الضمائر. ويجب أن نتذكر subject pronouns وال object pronouns التي أخذناهم في الدرس السابق ونعرف تذكرة بسيطة عنهم. I change to me. متكلم مفرد. You change to you. He changed to him. She changed to her. It changed to it. We changed to us. You changed to you. They changed to them. وفي هذا الدرس سوف نتناول مجموعة من الفروع الأخرى للضمائر. هيا بنا نبدأ. Let's go to start. Possessive pronouns. ضمائر الملكية. أخذنا في السابق possessive adjectives والآن سوف نأخذ possessive pronouns والفرق بينهم. انظر إلى هذا الجدول. This is my house. This house is mine. الفارق هنا my صفة ملكية، ضمير ملكية يوصف الاسم الذي يأتي بعده. This is my house. ولكن ضمير الملكية يأتي بمفرده ويأتي اسم الملكية قبله. This house is mine. مثال آخر. This is your house. This house is yours. This is his house. This house is his. This is her house. This house is hers. This is its house. This house is its. This is our house. This house is ours. This is their house. This house is theirs. ونلاحظ دائما الفرق بين صفة الملكية وضمير الملكية ان صفة الملكية تحتاج الى اسم يأتي بعدها، ولكن ضمير الملكية يأتي بمفرده ويأتي الاسم المملوك في بداية الجملة كفاعل. My changed to mine. Your changed to yours. His changed to his. Her changed to hers. Its changed to its. Our changed to ours. Their changed to theirs. وسوف تجد في صندوق الوصف كورس كامل لتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر وتعلم قواعد اللغة الإنجليزية بسهولة للمبتدئين. اشترك بقناة ليصلك الدروس القادمة ولا تنسى وضع لايك على الفيديو. وبذلك قمنا بأخذ أكثر من قاعدة حتى الآن. Subject pronouns ضمائر الفاعل. Object pronouns ضمائر المفعول. Possessive pronouns ضمائر الملكية. Possessive adjectives وصفات الملكية. أوكي. بعد ذلك سوف نأخذ بعض الملاحظات وأسرار في قواعد اللغة الإنجليزية. بعد حرف الجر of يأتي ضمير الملكية دائما وليس صفة ملكية. Look at the example. I go to the cinema with a friend of mine. أنا أذهب إلى السينما مع صديق لي. والمثال الآخر. I go to the cinema with my friend. أنا أذهب إلى السينما مع صديقي. الجملتين تحمل نفس المعنى ولكن preposition of يأتي بعده ضمير ملكية وليس صفة ملكية. I go to the cinema with a friend of mine. وإذا كان الفاعل اسم مفرد فيصاغ للملكية بإضافة apostrophe s. This is Carlo's house. هذا منزل كارلا. وإذا كان اسم الفاعل جمع ويصاغ للملكية فنضف apostrophe without s على شرط أن الاسم الجمع يأتي بنهايته s or es. Like this example. This is Poi's house. Apostrophe without s. وهي اس الملكية ولكن للجمع. بعد ذلك سوف نأخذ reflexive pronouns الضمائر الانعكاسية أو الضمائر المنعكسة، وهي تعبر عن المفعول به
عندما يكون هو الفاعل نفسه، الفاعل هو المفعول به، ويصاغ بإضافة المقطع self للمفرد، selves للجمع. I change to myself. You yourself. He himself. She herself. It itself. We ourselves. You plural yourselves. They themselves. For example, she hurt herself in the garden. هي جرحت نفسها في الحديقة. He is talking to himself. هو جرح نفسه. He is talking to himself. هو يتكلم مع نفسه. هنا المفعول هو نفسه الفاعل. The same. Repeat after me. Myself. Yourself. Himself. Herself. Itself. Ourselves. Yourselves. Themselves. وبعد ذلك سوف نأخذ demonstrative pronouns ضمائر الإشارة، وتم ذكرها فيما قبل ولكن سوف نأخذها بشكل سريع. تشير ضمائر الإشارة إلى اسم أو شخص سبق ذكره، وتستعمل للمذكر أو المؤنث الغير عاقل وغير العاقل. This is a table. This للمفرد القريب، المذكر والمؤنث وغير العاقل أيضا. This is a table. ولكن للبعيد نقول that is، وتستخدم أيضا للمفرد المذكر والمؤنث وغير العاقل. That is my brother. ذلك هو أخي، ولكن يكون بعيد وليس قريب. ضمائر الوصل relative pronouns. ضمائر الوصل هي ضمائر بتدل على اسم أو عبارة أو التأكيد على فعل أو مفعول به، وتأتي بعد الاسم التي يدل عليه مباشرة. When I say who تدل على فاعل في جملة الوصل، ويستخدم دائما للعاقل فقط. That is the man who told me. نلاحظ أن اسم الموصول أو اسم الوصل جاء بعد الفاعل أو الاسم الذي يتحدث عنه. The man. وكانت أصل الجملة The man told me. الجملة الأصلية هي The man، والفاعل هو The man. The man told me. أخبرني هذا الرجل. Whom تعتبر ضمير يدل على المفعول بها أو اسم مجرور في جملة الوصل، ويستخدم للعاقل فقط أيضا، سواء مفرد أو جمع، ولكن لازم يكون مفعول في وضع المفعول به. This is the doctor who I met him yesterday. هذا هو الطبيب الذي قابلته البارحة. I met the doctor yesterday. وهذه هي الجملة الأصلية. Whom تدل على المفعول به وهو the doctor. المفعول به في جملة الموصول هنا هو the doctor. This is the doctor whom I met him yesterday. يبقى هو اسم موصول تستخدم للفاعل، whom اسم موصول تستخدم للمفعول به، والاثنين للعاقل. Another example، مثال آخر. That is the man whom I talked to. ذلك الرجل الذي كلمته. I talked to the man. والجملة الأصلية I talked to the man. الاسم المجرور في الجملة the man، لأنها جت بعد preposition to. which ضمير يأتي ليعبر عن غير العاقل فقط، مفرد أو جمع. This is a car which I bought. هذه السيارة التي اشتريتها، وتدل على مفعول به غير عاقل وهو the car. word that تستخدم للعاقل وغير العاقل، وتستخدم غالبا في حالات الرفع والنصب والجر، أي تحل محل which و whom و who. that. This is the man whom or that both or are correct. I can trust. هذا الرجل الذي أستطيع الوثوق به. I talked to John who or that left yesterday. أنا تكلمت مع جون الذي غادر البارحة. نلاحظ ذات استخدمت بدلا عن هو كضمير فاعل للعاقل، بدلا عن هوم ضمير مفعول به للعاقل، وبدلا عن ويتش ضمير لغير العاقل.
يمكن استخدام ضمير الموصول which مع أسماء الجامعة أيضا. The team which wears in green is our team. الفريق الذي يرتدي اللون الأخضر يكون فريقنا. هنا which تعبر عن the team اسم جمع. وعند استخدام ضمائر الوصل لا يجب وضع المفعول الذي يعود على الفعل بعد جملة ضمير الوصل. لا يجوز أن أقول this is the man that I can't trust him. No, say this is the man that I can't trust. This is the car which I bought it. No, this is the car which I bought. Please subscribe on the channel. Don't forget to put like in the video. Thank you for watching and goodbye. Bye.